اهلا بحضراتكم. النهارده معانا نماذج لفتيات مصريات شرفونا ورفعوا راسنا. منتخب مصر للسيدات في الكره الطايره نجحوا في الحصول على المركز الاول في بطوله دوره الالعاب الافريقيه اللي كانت في مارس اللي فات في مدينه اكرا عاصمه غانا. ولما رجعوا بقى الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبلهم يوم الاثنين اللي فات وكرمهم على الانجاز ده واداهم نوط الامتياز، وده كان تكريم مهم جدا ليهم. هنتكلم عنه وهنتكلم عن تفاصيل البطوله والمنافسات الإفريقية مع ضيفاتي النهاردة اللي مشرفاني بعض من أعضاء المنتخب. تقى مدحت أهلا بيكي، مريم ثابت ومي غزال أهلا بيكو، بطلات منتخب مصر لكرة الطائرة، مشرفيني ومنوريني وبهنيكوا وبارك لكم على فوزكوا بالبطولة. الله يبارك حضرتك. شكرا. هبتدي بقى تقى كده، قولي لي من امتى ابتديتي اللعبة ومشاركتك في البطولة الأفريقية دي؟ دي كانت أول مرة تشاركي في بطولة أفريقية؟ أول مرة أشارك في بطولة ألعاب أفريقية بالظبط. كانت عاملة يعني المنافسة كانت عاملة إزاي؟ لأنه الأفارقة كمان بيبقوا عندهم عناصر قوة مش موجودة عندنا، جسم أضخم، عناف شوية، فاحكي لي كده عن كواليس البطولة دي. بجد اكسبيرينس يعني ما تتكررش أبدا. ولا هو فعلا، بس إحنا الحمد لله كنا لعبنا غانا قبلها. غانا دي فرقة تقريبا التوب يعني في أفريقيا، يعني من التوبس يعني. فاحنا كنا اوريدي لعبناها بكده في بطوله كانت زون 5 كده، كانت في مصر، والحمد لله كسبناهم مرتين، يعني لعبناهم مرتين في مصر وكسبناهم مرتين. فانتوا رايحين اصلا فاحنا داخلين عندكم ثقه ان انتوا هتكسبوا، كنتوا متوقعين الفوز المركز الاول؟ لا يعني هي ما كانتش سهله برضو. أوكي. يعني عشان كمان يعني مصر تقريبا ما خدتش بطوله قبل كده من 17 او 13 سنه، من رقم كبير يعني بالذات لعبة افريقيه. فبس هي منافسة كانت صعبة جدا بصراحة. طب ومريم كانت أصعب منافسة إيه؟ يعني هي تقى بتقول إنه غانا كانت من أقوى الفرق وأنتوا أصلا كسبتوها مرتين قبل كده. فإيه الماتش أنتوا كنتوا خايفين منه أو قلتوا إنه ده ممكن يبقى أصعب حاجة في البطولة؟ هو إحنا أصعب ماتش بالنسبة لنا كان كينيا، عشان إحنا قابلناهم في سيمي فاينل بسبب إن إحنا خسرنا تونس، كانت أول ماتش لينا نلعبه هناك وخسرنا. فدي اللي هي كانت بدايه مش موفقه لينا، فصعبت علينا المشوار اكتر. فقابلنا كينيا في السيمي فاينل. كينيا دي من اقوى الفرق والرانك بتاعها عالي قوي يعني في الفولي. بس هو كان ماتش جامد جدا يعني. في الاول اصلا كنا خسرانين 2-0 وعملنا كومباك كسبنا 3-2، يعني عشان احنا المكسب لازم فرق 3 اشواط بس. فدي كانت بالنسبه لنا يعني حاجه قويه جدا ودافعه لينا، عشان احنا قابلنا تونس بقى في الفاينل، فكنا رايحين اللي هو غل بقى وكده ان احنا لا احنا لازم نكسبهم. مفيش هزار بالظبط، مفيش هزار، مفيش اي حاجه. احنا وصلنا الفاينل، عدينا بحاجات صعبه كتير قوي في البطوله. فلا بالنسبه لنا خلاص بقى، كان ماتش الفاينل ده كان حياه وموت بالنسبه لنا، كان لازم نكسب. هو الفاينل كان مع تونس بالظبط. طيب مي، انت بقى كنت اول مره تشاركي برضه بطوله افريقيه؟ لا شاركتي قبل كده، فانت واخده على اجواء البطولات الافريقيه. بس هي يعني الناشئين والناشئات بتبقى مختلفه عن الفيرست تيم. شاركتي كناشئه؟ اول مره تشاركي كفريق اول؟ دي بتبقى بقى المنافسات اقوى، بيبقى بنلعب ناس محترفين، بيبقى ناس كلها بتلعب في الدوري الاوروبي، وبتبقى ناس جايه بنلعبها، بتبقى فرقه قويه يعني. طب والاحتكاك مع لعيبه لعبوا في دوري اوروبي عندهم خبرات دوليه كبيره بيضيف لك ايه كلاعيبه؟ بيضيف لكم كلكم يعني، بس عرفيني بيضيف لك ايه كلاعيبه بتشارك في منافسات زي دي؟ هي طبعا بتفرق معانا احنا كمصر، لان احنا مش بنطلع معسكرات بره قوي دلوقتي، مش احنا بنبقى طول السيزون مع النوادي بتاعتنا، مش بنلحق نعمل معسكرات بره. فالبطوله دي تعتبر يعني كانت دفعه قويه لينا، لان احنا السنة الجاية إن شاء الله في 2025 عندنا كأس عالم. فهي دي بقى كانت دفعة كويسة لينا. طب وانتوا يا تقى استعدتوا ازاي للبطولة الأفريقية؟ وهتستعدوا ازاي بقى لكأس العالم؟ البطولة الأفريقية احنا استعدنا لها أصلاً، كنا لسه مخلصين الدوري. وكان على طول خلصنا تقريباً في أول شهر 2 تقريباً. فبعديها على طول دخلنا معسكرات، كنا في صالة حسن مصطفى اللي كانت في أكتوبر. بس يعني كانت في فتره اعداد للمنتخب، لانه كنت لسه مخلصين الدوري بالظبط. يعني كنا على طول دخلنا في الجد على طول، دخلنا معسكر على طول، وما عدناش اسبوع بعد كده صفينا، قعدنا اسبوع كمان صفينا، فضلنا نصفي كده لحد ما في الاخر كنا 12 يعني. طب وكاس العالم بقى هتستعدوا له ازاي؟ ابتديتوا ولا لسه؟ لا لسه، عشان احنا دلوقتي مع النوادي بتاعتنا عشان بنجهز بقى للدوري وكده والبطولات يعني. بس اكيد طبعا هتبقى في معسكرات سواء داخليه او لو يعني لو في خارجيه كمان، علشان لو كاس عالم على مستوى اعلى واكبر بكتير.
فدي هتبقى حاجه كويسه قوي لينا لو احنا خدنا اصلا معسكرات بره، بتدي خبره اصلا للعيب ان هو يعني يقدم مستوى احسن. بس من اهم الحاجات اللي بيستناها اي لاعب رياضي عامل انجاز مهم لبلده انه يتكرم، ولما التكريم يجي من رئيس الجمهوريه بيكون حاجه كبيره، يعني حاجه مهمه جدا في مسيرتك او في مسيرتكم الرياضيه كلها. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين اللي فات كرمكم واداكم ومنحكم نوت الامتياز، احكوا لي بقى عن المقابله دي والتفاصيل والكواليس. هي طبعا حاجه كبيره جدا ان احنا نقابل سياده الرئيس، احنا حسينا ان احنا عملنا انجاز، دي حاجه ادتنا دافع ان احنا يعني بنمثل مصر وان احنا يعني شرفنا ناس كتيره، فبصراحه حسينا بمسؤوليه ان احنا يعني شبه زي رول موديل لناس كتيره ان احنا نكرم السيسي. ناس كلها بتتكلم يعني فرقه الطايره كسبوا ايه عملوا ايه، فكل دي حاجات كويسه لينا. طب احكوا لي الكواليس يا تؤى، يعني احنا اصلا كنا قابلتوا الرئيس قال لكم ايه قلت له ايه؟ احنا اصلا كنا مجموعه كبيره من كل اللي خدوا اول تقريبا. كنا هاندبول وكنا فولي، في كان في تايكوندو، في سباحه، كنا تقريبا يعني مجموعه كبيره ما شاء الله يعني اللي خدنا اول. فكنا كلنا هناك وطبعا روحنا من بدري واستعدينا وكل حاجه. أيوة. بجد كانت حاجه يعني تشرف، واحد كان فخور بنفسه جدا بصراحه. قولوا لي كمان انطباعات مامتكم وباباكم، انتوا رايحين تتكرموا رئيس الجمهوريه يعني، قولوا لي في البيت ايه اللي كان حاصل؟ كلهم صاحيين الصبح بدري معانا بيجهزونا بقى وكده. بس طبعا هي حاجه يعني اللي هو تعبهم معانا، فاحنا اللي هو برضو يعني كاننا بنتوج كمان تعبهم معانا يعني. حاسه اللي هو لا هم مفخورين باولادهم وكده، اللي هو لا دي حاجه كبيره قوي يعني. بس يعني دي اقل حاجه ممكن نقدمها لهم يعني. انتوا بتلعبوا كره طايره تقريبا من حوالي 14 15 سنه في المتوسط، انتوا كلكم يعني من وانتوا 5 أو 6 سنين وانتوا صغيرين، وده مشوار طويل زي ما انت لسه بتقولي. الام والاب اهاليكم طبعا ربنا يخليهم لكم ويديهم الصحه، تعبوا معاكم كتير. احكوا لي شويه من الكواليس دي في البيت من وانتوا صغيرين، رايحين التمرين راجعين من التمرين، طبعا عندكم مذاكره، طب البيت بيبقى عامل ازاي؟ الاهل بيدعموا ازاي؟ هي بصراحه من واحنا صغيرين احنا يعني الاهل بتتمرمط معانا. احنا دلوقتي بتتمرمط معانا هو ده يعني اكسبريشن بالظبط. يعني احنا بنخلص مدرسه يعني كل الناس بترجع مثلا تعمل هوم ورك بتاعها، عندها دروس، احنا بنبقى راجعين يا دوبك ممكن نتغدى في العربيه في المواصلات عشان نلحق التمرين، نرجع بالليل تعبانين جدا، اللي عنده اي حاجه بيعملها. فبحس ان يعني كلاعب رياضي لو في مدرسه او اي حاجه بتبقى الحوار صعب اكتر. بس انا بحس بصراحه ان هي بتنظم الوقت، يعني انا بحس ان انا مثلا طبعا عندي تمرين فانا ملزمه ان انا اخلص الهوم ورك بتاعي. بتحمل المسؤوليه كمان بالظبط. مين الاكتر اللي كان بيتعب، ماما ولا بابا؟ مين كان مسؤول اكتر؟ لا هو كل اثنين بالظبط، كل واحد بطريقته. بابا كان دايما اللي بيوصلني مثلا ومامتي كانت دايما اللي بتجهزني وكده. لا هما بصراحه الاثنين اكيد مرمطي، وحتى لو ده مشغول فده اللي هيبقى موجود، ده مشغول. حتى اخواتي كمان الكبار اكبر مني كمان كانوا بيتمرمطوا، فيعني هما كمان كانوا بيساعدوا. كله بيتعذب بس عشان الفولي. والله تحيه كبيره لاهاليكوا واهالي كل الناس اللي عندهم ابطال رياضيين شاطرين بيشرفوا مصر وبيشرفونا دايما في المحافل الدوليه. وقبل ما اختم بقى عايزه اسالكم عن احلامكم طموحاتكم، عايزين تحققوا ايه الفتره الجايه؟ تقى ابتدي كده بالترتيب. تقى لا يعني لكل فتره بصراحه كل واحد بيبقى عنده دايما يعني حلم يعني. ودايما الحلم دايما موجود في كل فتراتي، الاحتراف طبعا بره مصر يعني عشان يس يعني تزود كده اكسبيرينس في الحياه. يعني انت الموضوع عندك مش مرحله يعني، انت يعني عاده البنات بالذات اللي بتلعب رياضه معينه بتبقى في مرحله معينه خلاص هتتجوز هتخلف هتقعد في البيت. يعني انت لا انت عايزه تكملي يعني احتراف. لا يعني يعني مش بس رياضه وبس، لا ده اسلوب حياه بمعنى اصح يعني. واحد اصلا يعني اضطر يعمل تنازلات كتيره قوي علشان الرياضه، فمش في الاخر هسيبها زي ايه؟ طب احكي لي كده ايه التنازلات اللي خروجات مثلا مع اصحابي كتير جدا طبعا ما تروحش عشان عندك تمرين عندك ماتش سفريات. كان عيلتي دايما بيسافروا واقعد انا لوحدي في البيت، او اروح اقعد عند جدتي او ممكن حد من اخواتي يقعد معايا. كان فاهمه كله طبعا، ما هو مش هيسيبوا برضه حياتهم. اتمنى يا تقى تستقري عند رايك ده ان انت هتحترفي وهتكملي حتى لو جالك عريس بتحبيه وقال لك بطلي رياضه تقولي لا وتكملي في تحقيق انجازات ليكي ولمصر. قولي لي بقى مريم ايه طموحاتك؟ انا نفسي الصراحه نتاهل قوي اولمبيكس، نلعب قوي اولمبيكس مع بعض. دي هتبقى حاجه كبيره قوي لينا. وطبعا يعني
ان انا بقى اقدم حاجه كويسه بقى في الفولي، ان انا افضل مكمله اعمل بطولات زياده كده في الكارير بتاعي، ان انا افضل مكمله على نفس النجاح يعني ان شاء الله يا رب. ربنا يكتب لك كل النجاح والتوفيق. مي طبعا كل واحد فينا حلمه الاولمبيكس طبعا، ونفسنا نقدم اداء مشرف في كاس العالم للانديه ان شاء الله السنه الجايه. يا رب هتشرفونا وتشرفوا بلدكم وتشرفوا اهاليكم واللي تعبانين معاكم طول الوقت، تحيه كبيره ليهم، نورتوني بجد وسعيده جدا بوجودكم. تقى مدحت مريم ثابت مي غزال بطلات منتخب مصر للكره الطائره، والف الف مبروك، نورتوني بجد.